اتفضل يا استاذ. المستشار مرتضى منصور هو صوته عالي عشان صوت الحق، دايما يدافع عن الحق، دايما يدافع عن مصالح وقيم ومبادئ نادي الزمالك، يرفض المساس بنادي الزمالك. هتقول لي طب عمل حاجات كتير زي ما قال عمر، ماتش المقصه، تمد ايدك تجيب الصفقه اللي انت عايزها، ما فيش حاجه في الزمالك اسمها ان ما عنديش فلوس. بيعرف يجيب فلوس، ولدرجه مره سالته قلت له حضرتك بتجيب فلوس منين؟ قال لي ربنا بيرزقها، اي حاجه يحتاجها نادي الزمالك بيعملها المستشار مرتضى منصور. وعاوز اقول حاجه مهمه، هو المستشار مرتضى منصور لو كان رئيس نادي الزمالك في التوقيت اللي تم منح لقب نادي القرن للنادي الاهلي كان هيسكت؟ ما كانش هتمر مرور الكرام، درويش ما كانش هيبعت بوكيه ورد، صحيح كان هياخد حق الزمالك. عارف ليه؟ لان الزمالك هو الاكثر تتويجا. كمان درويش بعد بوكيه ورد؟ بعد بوكيه ورد طبعا. طبعا لا بتكلم بضوء. بعد ما جه خالد، انا بقول لك معلومات الخالد كابتن صلاح سليم. ماشي، بعد بوكيه ورد. بوكيه ورد ماشي، ما كانش الزمالك في وقتها هو الاكثر تتويجا في افريقيا. طب وعقد الرعايه يا استاذ عبد ماشي، وعقود الرعايه اللي قبله ب 3 مليون كان بطل افريقيا ويتوافق عليها، ويتوافق عليها وما تقدرش تناقش. مع احترامي، عارف المستشار مرتضى اما رفض عقد وكاله الاهرام الاعلان حصل ايه؟ تسهيل خطاب الضمان. عارف حصل ايه؟ تسهيل خطاب الضمان. عارف ما انا كنت في عارف. عارف حصل ايه؟ اتعمل له في الاهرام الرياضي، فاكر؟ ملف. ايوه كان بينزل، فاكر ولا لا؟ فاكر حاجات كتير. اتعمل له ملف عشان وكاله الاهرام للاعلان هو ما كانش موافق يمضي معاه. فهو الراجل اللي بيجيب حق الزمالك، عشان كده هو مدعوم جماهيريا، مدعوم من اعضاء الجمعيه العموميه، الناس شايفاه الراجل المناسب لقياده نادي الزمالك، بيجيب حق الزمالك. لا حكم يقدر يظلم الزمالك، يقدر الاعلام كمان في عداله، عدم عداله في الاعلام، بيطلع يجيب حق الزمالك لو حد حاول المساس بنادي الزمالك. فالمستشار مرتضى منصور هو صوت الحق، دايما بينادي بالعداله والنزاهه، والمشكلات اللي هو فيها عشان هو الصوت العالي في حق نادي الزمالك. المشكلات اللي هو فيها هم عايزين واحد لما انت تاخد منه لقب القرن يبقى تبعت له بوكيه ورد، يلغي هدف الكابتن حسن شحاته اللي هيديك بطوله الدوري تبعت لهم بوكيه ورد، تقعد 10 سنين تدير نادي الزمالك ما تحصلش على اي بطوله غير كاس مصر وتبعت كل مره. 7 سنوات الاهلي بطل الدوري وفي زمن ممدوح عباس، كل سنه بوكيه ورد واستضافه اصدقائه. انا هقول لك بس حاجه، هقول موقف يا خالد اسمح لي. المستشار مرتضى منصور خد بطوله الدوري الموسم الماضي، وقبلها كان هو صاحب بطوله الدوري بس حلوا، تم تجميده وجات لجنه الكابتن حسين لبيب. قارن بين المشهدين، واحد في الملعب بيمثل نادي الزمالك تم حذف الدرع كده وخد الدرع وسابه وماشي الكابتن احمد مجاهد، لكن اتفرج السنه اللي فاتت منظومه اتعاملت الاحتفال بالدرع، اتوبيس مكشوف، احتفاليه في الملعب، ده لعيبه نادي الزمالك يا راجل منعوا زوجاتهم يدخلوا الملعب لحظه التتويج، وهو مرتضى منصور مش موجود واتوقف. دي هيبه نادي الزمالك. انا كابتن حسين مجيد ده راجل ده كان عامل كاس عالم، اكمل فخران هاند بول وشوف اتعامل ازاي، هنرجع لك ماشي. دي هيبه نادي الزمالك، مين اللي عمل الهيبه دي؟ يجيب لك اتوبيس مكشوف لاول مره في تاريخ نادي الزمالك، يجوب القاهره عشان تحصل على بطوله الدوري بشكل حضاري وبشكل جميل، وتتسلم الدرع في حضور رئيس رابطه الانديه وفي حضور كل المدعوين وبشكل حضاري جميل في الملعب. قبل كده كان المشهد امسك حدف له الدرع ومشي.